Umut Kervan'ın adına. Umut Kervan'dan gelmiş. Selamun aleyküm. Allah nasılsınız? İyisiniz. Bir tane hayırsever Cezayir'den gelmiş. Hep Cezayir hatiye, derneka vahaya, 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 boyu khairatine inşallah. Teala ucvaracı, ucmaracı dua okuyun. Obe, obe. Nata hasta sayın. Nesta filan. Tamam. Bu da şey istiyor. Adı boyası yok ya. اما عثمان جزائري هاتنا وقفه هناك هي جيبوي فقير ودبن زاده قول يعني لا ومود كرواني ما تفدا جيبوي وقول يعني نجوا راج دعاء بكن ما راج دعاء بكن ويخدج ورازي بان شاء الله تعالى ويخدج وجرازي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم نحن في مدينة سرت، هذه المدينة المحاذية للولايات المنكوبة، الولايات التي ضربها الزلزال. نعرف أن كثير من الولايات تدمرت فيها البنية التحتية، تدمرت فيها المباني، وبالتالي الكثير من المنكوبين نزحوا إلى الولايات المجاورة. سرت استقبلت العديد من منكوبي الزلزال، وبالتالي هم الذين يحتاجون دائما إلى دعم ومساعدة. فجمعية الجزائريين اليوم تنتقل إلى مدينة سرت لتقديم وتنظيم إفطار لمنكوبي الزلزال، بالإضافة إلى الأيتام والمحتاجين من الفقراء في هذه المدينة. وكذلك تقوم جمعية الجزائريين الدولية بتوزيع السلل الغذائية أو ما يعرف عندنا بالجزائر بقفة رمضان على العائلات المحتاجة في هذه المدينة. إذن رمضان 2023 هو رمضان خاص بمنكوبي المناطق التي ضربها الزلزال في جنوب تركيا، والمناطق التي كذلك نزحت إليها العائلات السورية. للذكر أن سرت هي مدينة استقبلت الكثير من النازحين من سوريا، وبالتحديد من منطقة القامشلي القريبة من سرت، وبالتالي تستقبل سوريين وأتراك الذين جمعهم الجوار وجمعهم الدين وجمعهم القرابة. ويأتي الزلزال الذي ضرب المنطقة، وبالتالي الجميع انتقل إلى المناطق التي بها أقربائه، وبالتالي لتوفير المأمن والمأوى والاستئناف الحياة. جمعية الجزائريين الدولية في هذه المناسبة تساعد كل المنكوبين في كل مكان، سواء كانوا في المناطق التي ضرب الزلزال أو المناطق التي تستقبل أعداد كبيرة من المنكوبين كولاية سرت. السلام عليكم. وهي وجه ان شاء الله خدج ورازيلي. اما وقفه الجزائر هاتيه استجيبوا ياردما وانا كما قلت اسمي واجه انا جوار جاني ان شاء الله تعالى. انا لا هي مطلوب شيء ان شاء الله. السلام عليكم. والله متشاونا مباشر. الله رزي وصل. بالجزائر اللي ولان قاعدش زدن دنيتين جانيش ده. ده غير كيو زني قصي بلا يتمني بدي شيء. أنا بدي أستار فور حزن هذا. يعني بزاد دوايد. والله رادا دوايد. دوا الله رزي وصل. بزيد دواي احتياجimiz var. Sürekli siz soruyoruz yani. Diyoruz durumları nedir şeydir. Elhamdülillah. Tamam abla, bize dua edin. Allah razı olsun inşallah. Her zaman sizin Allah razı olsun abla. Teşekkür ederim abla.